قرية أو مثلا أي مدينة. تصور أنا معك. يلا. كوهايا كوهايا. كوهايا كوهايا. مين معه؟ هاي رسمة لوفاء عم تحكي عن الأحداث اللي هاي. هدفي إنه هدفي من هالقصة شغلتين، إنه الأطفال يرسموا يلعبوا يعيشوا الطفولة بهالشغلة، وبالشغلة الثانية كمان إنه بأسلوب كويس أو بأسلوب بسيط يقولوا إيش صار في القرية عندهم أو في المدينة عندهم يعني. ليش فتوا؟ لا ما بينشر فيه كثير. رجال. بس لعيلة. أجا حجي أطفال معي. أهويلي. عادة؟